شديد الضغط كتكون فواحد المنطقه اللي بالنسبة اليوم جات الجمعية هنا لجهة بني ملال الخنيفرة، درنا واحد اللقاء مع الكسابة ديال الديك الرومي والدجاج الرومي باش استعرضنا فيها المشاكل اللي كاينة في القطاع والحلول اللي يمكن نديروها إن شاء الله. كاين بالنسبة للعوائق اللي كاينة واللي حاضرة دابا واللي فارضة نفسها، وهو الجفاف نضوب الآبار. كنلاحظوا هذه الايامات بزاف ديال الضيعات عندنا اللي خرجت من الدوره الانتاجيه نظرا لانعدام المياه فيها. حاولوا الناس يجيبوا الماء من مناطق اخرى، ولكن كاين شويه ديال المشاكل، من ضمنها انه دابا وليتي الا بغيتي تسقي الماء ولا تخصك رخصه من الحوض المائي باش يمكن تجيب الماء من ضيعه لضيعه ولا من بير لبير. طبيعه الحال الماء ملي كيكون الماء قليل كيولي المنتوج قليل، ما كيبقاش كيشرب بزاف، ما كيطلعش، كيكون واحد التاخر في النمو ديال الطير، وهذا الشيء كيؤدي الى عرض كيكون ناقص، وملي كينقص العرض دائما كيطلع الثمن عاديه. وكاين المشكل الاخر واللي مشكل العويص هو غلاء الاعلاف. الى لاحظنا هذه الايامات بان منذ 2023 المواد الفلاحيه في الاسواق العالميه خدت واحد المنحه ديال الانخفاض، بحيث ان الذره انخفضت ب 40% والصوجه انخفضت ب 25%، بينما الاعلاف المركبه هنا في المغرب اللي كتكون اساسا 85% من هذه الجوج مادات لم تنخفض الا ب 19.8%، وهذا الشيء كيتقل الكاهل تاع الكساب وكيزيد من التكلفه ديال الانتاج زياده على غلاء التبن. فالتبن من 15 درهم البالة ذاك العام، هذا العام راه كنشريو ب 55 درهم البالة. هاد الشيء خلى الكسابه كيقتصدوا شويه، ما فرشوش مزيان، داك الشيء علاش مع ايامات البرد اللي داز كانت عندنا الانتاجيه قليله، بحيث انخفضت الانتاجيه من 2 كيلو ونص كمعدل وزن في الطير، انخفضت الى كيلو 800 كيلو 900 ماكسيموم، وهذا الشيء ادى الى نقصان العرض. هذا الشيء كنظن ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله من الرمضان ان شاء الله كنظن دابا التحريات اللي دارت الجمعيه والاستقصاءات اللي درنا كتبين كاين واحد التحسن في الانتاج داخل الضيعات. فكنظن ان شاء الله في الاسبوع الثاني في رمضان غيعرف واحد انخفاض ملموس ان شاء الله في هذه الماده. وكنظن وعلم عند الله شنو كاين، ولكن حنا كنتوقعوا ان شاء الله يكون ما بين 14 15 درهم ان شاء الله.